اليوم الوطني هو يوم التعبير عن حب الوطن والفخر بتاريخ صناعه رجال عظماء، واحنا نكمل مسيرتهم بكل فخر وعزة في تحقيق المزيد من الإنجازات لهذا الوطن الغالي. تتكاثف الجهود هالسنة مو بس للاحتفال باليوم الوطني، بس بالاحتفال بعيد العرب واستضافة العالم لأول مرة في التاريخ على أرض عربية لبطولة كأس العالم. كلنا فخر واعتزاز باستضافة هذا الحدث العالمي والاحتفال مع العالم وإخوتنا العرب بكأس العالم. ففي اليوم الوطني هاي بيكون يوم عيد للعالم جميعاً، ووحدتنا مصدر قوتنا.